فلنتفق منذ البداية، أنا لا أصلح لقتل الأطفال ولا النساء، ما عدا ذلك قد أفعله، فأنا عشت بين الذئاب ولم أعش بين الأفاعي. إميليوس، أنا لن أطلب منك أن تقتل أحدا. كل ما في الأمر يا إميليوس أن السيد ديون يريد أن يلهو قليلا، ولا يجد السيد النبيل بغيته في احتفالات الملك الماجنة. على العكس يا إميليوس، فإن هذه الاحتفالات هي التي باتت تثير ضجري، فأنا أريد أن ألهو في الشوارع والساحات مع العامة، أن أضج، أثور، أشعل الحرائق في المتاجر والأسواق والحانات، أن أقلب عالم الإسكندرية إلى فوضى عارمة يا إميليوس. لقد اخترت من خلق لهذا العمل، فأنا لا أتقن غيره. في لحظة سأقلب لك الإسكندرية رأسا على عقب، وبالمقابل ستحصل على حريتك منذ الآن وعلى الكثير من المال لتقضي دهرا في حالة كاستر. خذ. هذا لا يكفي يا سيدي، لو كان الأمر يعنيني وحدي لكان نصف هذا المال يكفيني، لدي رجال يعملون معي، ولابد من المزيد من المال لأكسب ثقتهم، لأحصل منهم على أفضل ما لديهم. وهذا؟ هذا لا يكفي يا سعيد. والآن يا إميليوس، والآن. الآن يا سيدي، الآن. أحب الملك أو لا أحب، هذا لا يهم، ولكني أؤكد لك يا سيدي أنني أحب المال دائما. الآن فقط تأكد أنك أكثر سخاء من أمي. أيعقل؟